أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم أينما كنتم في برنامجكم دردرها تصفى. دردرها تصفى برنامج تعودت عليه، لكن الليلة الحدث. علاش الحدث؟ أقسم بالله وراس وليداتي اللي باش يصير الليلة ما صارش في قناة تونسية ولا حتى عالمية. نستقبلوا ملكة الشعبوية عربية حمادي. أهلا جعفر، حبيت نقول لك شكرا على الاستضافة. وخيين يعيشك. عربية كيفي كيف 30 مليون تونسي نسأله عربية شو تعمل هنا؟ جعفر أنت كان تفرجت في حلقة غرة ديسمبر كيفاش نامشيت الأقوى محلات يبيعوا الزقاطة وبيعوا الطماطم اللي هذه شريتهم بفلوسي، وهذا دليل اللي نا يا جعفر نخدم في الحلقة بضمير. انت شنو طالبة عربية؟ نا طالبة اعتذار رسمي يا جعفر. وفين الموضوع؟ انا نعرفك مرأة طيبة، اقسم بالله وعلى مسؤوليتي صديقي، المرأة هذية مرأة طيبة، شاء من شاء وأباء من أباء، جيت للدريسة الصحيحة أختي. شكون تحبنا نستدعاك؟ انا نحب يجي سمير الوافي يطلب الاعتذار. تو نجيبو لك سمير الوافي وطالبه منه الاعتذار. يا قدم لي الاعتذار تو. سيداتي شنو الحس يعني دي؟ انا نشوفه يعني كل مره ندخل فيها على البلاتو يا اخي احسن شو هذا شو هذا؟ احسن جميلة جميلة يعني كلام ايه يا جميلة يعني ايه فيها يعني احسن. ودي مع شكون انت، مع عربية ولا مع سمير؟ لا شفتوا خاطره خواف يا جعفر. ما هذه يعني فزعة الحقول التي بيجي يعني. شو هذا؟ اسمع انت تحترم روحك، انا قلت لك تحترم روحك. اولا انت ما وقفتش معايا ضد الحرب متاعي ضد دباغ وشانو. ثانيا تجي لهنا في صفي ولا تمشي تروح؟ يا اخي حروب يعني بارده يعني بمصار الدجاج وكذا يعني اسمها سقاطه. اي لكن النفافيخ لا تهمني انا، تهمني يا اخي فلوس يا اخي. حسن انت ايش طالب صديقي؟ يعني انا نحتفل يعني عندي تو نحتفل ببرنامج جديد يعني واصدقائي يعني نجيبوا كويس مع بعض يعني ما في حد شيء. معناها انت استدعيت اصدقائك؟ اي نعم يا اخي، اعطيني فلوس يا اخي ونمشي انا روحي يعني سمير الوافي نتمرح منه انا ما يهمنيش انا يعني. يقولوا لي صديقي شنو يعني نخدم معاه يعني خلطه كبيره يعني يعني هو ابله يعني نحب يجيب لي فلوس يا اخي. حاجك بفلوسك؟ اي نعم يا اخوي. اذا سيدتي جعفر وانا حاجتي بالاعتذار. تيجي لك اسمك عربية بنت الصادق حمادي. ما يعيشش الحمادي. ما يعيشش اللي طيح لي قيمتي وقدري. الاعتذار تو يا جعفر. بنت حمادي 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 يعطيك حمادي. يا حسن نسكت راهو برنامج. يحمدوا ربي قاعد معاكم يعني. خلينا نخدموا على رواحنا برسمكم، خلينا نخدموا برسميمتكم. سيداتي اتضح معايا من عايشك، اتضح انه عربية جات طالبة الاعتذار، وحسن طالب انه ياخذ فلوس من عند سمير باش يخلص الاستدعاءات اللي كان يستدعي فيها اصحابه. وانت معاهم يعني. واياكم نستقبل واياكم وحش الشاشة زرافة الاعلام التونسي رمز وسكبان الصحفيين سمير الوافي. صافا سمير اقعد خويا.
زيدو انت هكا قاعد ما شاء الله الخوي. سمير انت تعرف علاش جابوك الجماعه وشنو عندك باش تقول لهم صديقي؟ انا جعفور انت قرور ابو ترتين احسن هذا هو يعني جعفور انا عربيه جبتها باش تلمع صورة البرنامج وبوليميك وتلميع الصورة فما راعني مسيس وخيت وخيت كرع وخيت تخيلني حانوت دجاج جايبت لي زقاطة وطماطم سي جعفور ولذلك لذلك أنا جبت لهم ملك الباز والثقافة أهلا وسهلا صافي سعيد صافي سعيد ليه؟ ليه؟ روح ايه عيل قاعد خرجت هكا عندي أناس لما مات زبالة يا صافي برسمية يا صافي والله أنا يا قصير القامة أصمد أنا اثنين ضد واحد أنا سمير هذا سمو بالله وأنا مربيه سمير هذا منجح له جميع برامجه أنتم عملتوا حلقتين ظلمة الهيكاء ما هذا من انتم انتم ناس لست متق انتم اشكال يا بنت صادق حمادي حمادي حسن بن عثمان يا ما جاوبكش يعني انت يعني انت يعني ما انت ابله يعني انت في حياتك الكل يعني كاتب زوج كتب واحد قراته نجل حصان والاخر قراه سمير جا يا انت اسمع اسمع لحظه انت بدي احدث عن نجل حصان نجد الحصان كاتب كتاب كبير وتصفحت جميع أوراق وتقدر أحسن منك أنت إنسان فاشل وأنت إنسان كلام عندك كلام تبرويت يا أخي ليش كذا وليش كذا متحامين في شاب صغير تبرويت أنت إنسان نمامات زبالة أنت شتيلو عقرب الصحراء زبالة للزبالين نا عرضية بنت الصادق حمادي كلامك يرجع عليك انت كتبت صفحتين جاي تنظر علينا لهنا انا كاتبه ستاتيات والديركتات متاعي طاغيه على الفيسبوك تعرفي انت صافي لحظه واحده انت مكش مثقفه وانت اثنين فقط في تونس مثقفين الصافي سعيد وطارق بعلوش ليس هنالك مع ذلك وانا اقول لك يا عربيه انت لا تفهمين في لغه الضاد والميم والعربيه القحه انت لا تفهمين في هذه اللغه تمام انت باش نغادر لا تغادي عايش عايش برنامج احسن انت ليش كذا جايين هنا انت ليش قلت لك ماشي جايين لحظه ايش برسميمكم لحظه يا صاحبي برسميمكم خلينا قاعدين عايش انا سمعت حاجه ومتاكد انتم ما يتوانسه سمعتوها معايا عربيه عاودي قولي اش بيني وبين وانا نانا نا عربيه اركنا لك كلمه وجعه نكملوا نتبعوا الموهبه هذه عربيه حمادي نهار السبت التسعه غير ربع متاع الليل معنا وفي الورتين